المتابعين الذين معكم في البث من مدينة بنقرير ومن أمام المنطقة الأمنية بنقرير. كنشوفوا واحد من الساكنة متابعينا كما كتشوفوا معنا في العدسة ديال صوت العدالة حاول أنه حتى هو يتواصل معنا وقال لك بغيت نعطي التصريح ديالي وبغيت نقول حول السلوك ديال ياسين اللي مات في كوميساري ديال البوليس في بنقرير. وغادي نسمعوا اش بغيت تقول لنا على ياسين. راجل مزيان ما فيش العيب معقول كورت بقرير كورت عارفين مزيان ما فيش العيب مسكين معقول انت ما ساكنش حداه غير ساكن في بنقرير انت بقرير ولكن كتعرفه وكتسمع سمعت مزيان وبخير ومسكين جاو مسكين صاحبتي وقالوا لي هذا والله معقول ناس وخو معقولين مزيانين ناس مزيانين اه شفناك انت رجليك كتعاني منها وجيتي من دارك شفتي البث المباشر وجيتي من دارك باش تقول لنا شي حاجه على ياسين واخا ومني قالوا لك راه مات شنو كانت رده فعلك شنو قلتي؟ واخا بحال مات بحال مات بخونا بحال الحال اه بحال عافيك الحال ودابا ملي قالوا لك راه البوليس كيحقوا داك الشيء اشنو قلتي؟ الله يهديهم والله يهدي ما خرب واخا شنو بغيت تقول الرساله الاخيره ياسين دابا مات الله يرحمه واش بغيت تقول ليه وبغيت تقول لعائلته؟ لا صبر لا صبر بغيت تدعي معاه؟ واخا شكرا لك مشي معنا متابعينا كنا في البث قبل قليل تقريبا ثلاثه ولا مع جوج ديال البث اللي درنا تواصل مع هذا السيد هذا وقفنا البث وجا عندنا كيسول على صوت العداله جاء انه قال لك بغيت نوصل عفاكم واحد الرساله وهذا تقليدي اللي بغيت نقوله في حق هذاك الشاب الله يرحمه قال لك انا هذاك السيد الله يعمر هضر انا ماشي ساكن حدا اول سؤال سولناه هو ساكن حدا قال لك ما ساكنش حدا ولكن مشيت البث ديالكم جيت باش نوصل الرساله باش نقول بان راه السيد الله عمر هضر ما سمعتوا على اللسان ديالو رغم انه مسكين كيعاني من اعاقه ولكن رغم ذلك جا وباغي يوصل الرساله ديالو. كنشكركم بزاف متابعين التتبع ديالكم بقاو معنا غادي نزيدوكم بزاف غادي مازال غنتواصل معكم مازال حنا مازلنا في مدينه بنقرير وغادي نتواصل معكم وتسمعوا تصريحات اخرين ونتسناو الام ديالهم يتخرج من عند الفرقه الوطنيه وكذلك بعض من الافراد العائله ديالو اللي كيتواجدوا عند السيد الوكيل الملك باش نشوفوا شنو المستجدات في قضيه ياسين وامتى غادي تدفن ونعرفوا الحيثيات كامله. شكرا لكم والى اللقاء.